حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. دكتور يسري، مساء الخير. وطبعا دائما الحديث في إفريقيا إلى محاولة دعم الرقمنة، وهذا بشكل عام. إلى أي مدى هذا الأمر مهم لدعم الكفاءات الإفريقية وأيضا لدخول سوق العمل بشكل مكثف حاليا؟ مساء الخير عليك يا أستاذة دينا وعلى كل متابعينك ومتابعين برنامجك المتميز. يمكن في الحقيقة كانت القارة الأفريقية في أمس الحاجة إلى التحول الرقمي وإلى التدريب على التحول الرقمي أكثر من أي قارة أخرى لأسباب كتير. قارة متلامسة الأطراف وفيها أكثر من لغة وفيها تحديات في السفر والتواصل في التجارة البيانية الأفريقية، فكان يعني الشيء المطلوب هو كيف نعبر هذه الحدود وكيف يمكن إزالة حواجز اللغة والسفر، ولم يكن هناك بدا عن أن يوجد وسيلة أو وسائل تحول رقمي للتواصل أو للتعامل في التجارة البيانية أو للتفاهم حول كل أسس التجارة والاستثمار البيني في القارة الأفريقية. كان هناك مشكلة كبيرة عندما جاءت جائحة كورونا، ساهمت وأكدت على ضرورة التواصل عن بعد وضرورة استخدام أنظمة التحول الرقمي لكيفية التواصل الجيد ما بين أطراف القارة الأفريقية، لأنه من المعروف أن القارة الأفريقية تمتلك كافة مقومات النجاح والاستثمار والتجارة، إلا أنها كانت عبارة عن مجموعة جزر منعزلة، وهذا ما خلفه الاستعمار على مدار أكثر من 200 عام في عمق القارة الأفريقية. الأمر الآخر أن معظم الأنظمة الحديثة، الثورة الصناعية الرابعة، الزراعة الحديثة، الزراعة الرقمنة، المرقمنة، الري الذكي، أنظمة الري الذكي للحفاظ على مقدرات القارة من المياه، كلها تحتاج إلى أنظمة تحول رقمي. لا سيما أن القارة الأفريقية تعتبر من القارات الجاهزة تماما، 60% من الشباب من عدد السكان في عمر الشباب اللي هم 1.3 مليون، فكان لازم ولا بد من إعدادهم الإعداد الجيد حتى يستطيعوا أن يستمروا في منظومة الاقتصاد القومي والاقتصاد الأفريقي والاقتصاد الرقمي والتشاركي في المرحلة المقبلة. وده يمكن هيساهم كتير جدا في دفع اتفاقية التجارة البيانية للحرة الأفريقية. خليني أكد على أنه الاتحاد الأفريقي ومفوضتنا في الاتحاد الأفريقي السيدة أمانة بوزيد هي مكلفة بملفات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة في عمق القارة الأفريقية. هذا أمر جيد، وأعتقد ما تجريه منظمة العمل الدولية وتقريرها الذي خرج ب 50% من الشباب أكثر من 300 مليون تم تدريبهم على أنظمة التحول الرقمي سيكون لها بالغ الأثر في المرحلة المقبلة في الاقتصاد الأفريقي. طيب دكتور يسري، هذه الدراسة أجريت على 1000 شركة يعمل بها حوالي 750 ألف موظف منتشرين في 15 دولة. يعني هذا التوسع وهذا الاتساع الجغرافي لهذه الدراسة يؤكد أن هناك جهود تبذل في إطار تدريب قوى بشرية على التعامل مع التقنيات حديثة، وهذا أيضا يدفع ربما بقطاع الاتصالات الأفريقي مزيدا من الخطوات للأمام، لأنه الواقع أن هناك أكثر من دولة أفريقية تعمل الآن بلا أوراق، يعني تعمل إلكترونيا واستغنت عن تعاملاتها الورقية. فبالتالي نحن أمام إتاحات أوسع في الفترة المقبلة، يعني إذا حدثت دراسة في السنة القادمة مثلا سنجد إتاحات أوسع وأرقام أكبر. خليني في الحقيقة أشكر برنامجكم لأنه بيتناول يعني محاور هامة جدا في المال والأعمال والاقتصاد. أعتقد أن منظومة التحول الرقمي الأفريقي والتوسع في الرقمنة الأفريقية في معظم القطاعات ده شيء كان مهم جدا، وكان على الإعلام المصري أن يجسد الصورة الجديدة في القارة الأفريقية. الآن هناك أكثر من 13 دولة أفريقية تطبق الشمول المالي بنسب مختلفة، هناك أيضا المصانع والشركات التي بدأت أن تعمل في القارة الأفريقية عبر التواصل مع المكاتب الرئيسية في قرى العالم الآخر بتقنية التحول الرقمي. أتصور من وجهة نظري أننا أيضا كما ذكر مجلس الوزراء أول أمس في مواجهة التحول ومواجهة المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم ومواجهة التحديات، أن هناك أيضا لإمكانية التنفيذ هناك ما سمعنا عنه بتوجهات رئاسية، توجهات السيد الرئيس عن الرخصة الافتراضية أو عن الترخيص عبر الإلكترونيات وإنهاء الترخيص الشركات بأنظمة الرقمنة والقضاء على كثيرا من المعاملات التي تعطل مصالح الناس. هنا أتصور أن
العمل في مصر، وهي جزء كبير من القاره الافريقيه، وهي جزء جيد وتعتبر وجهه للقاره الافريقيه في بعض الموضوعات وبعض المشاريع الهامه بسبب التحول الرقمي. اعتقد اننا امام شيء مهم جدا في تحول الاقتصاد الافريقي. الان العالم ينتظر هل ستكون افريقيا هي الملاذ الامن والامن الغذائي ومكان الامن الغذائي وفقا للتحديات ام لا. طيب دكتور يسري، دائما الحديث يأخذنا عندما نتكلم عن الرقمنة والتحول الرقمي للبنية التحتية وحجم الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها في إفريقيا لتكون بالشكل الذي نستهدفه وبالأسلوب الذي ينبغي للقارة أن تسير عليه. ما الجديد في هذا الشأن وما أبرز المشروعات التي تؤمن تكامل البنية التحتية في القارة الإفريقية؟ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية أو في أي مكان في العالم هي ليست مشروعات بسيطة للمستثمر أو مستثمر القطاع الخاص من حجم المتوسط، ولكن أتصور أن مصر قادت ملفا هاما عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلينا أذكرك وأذكر السادة المشاهدين عن التمويل في مشاريع البنية التحتية. أحد أهم هذه المشاريع هي مشاريع البنية التحتية الرقمية الأفريقية. وأتصور من وجهة نظري أن هذا الأمر وهذا النداء لقى صدى كبير جدا على مستوى العالم. الآن بنك التنمية الأفريقي يتبنى العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية. أيضا بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ولديه حضانات أعمال للتدريب على التجارة والتصدير والاستيراد عبر نظم مرقمنة داخل القارة. أيضا هناك ما أعلنت عنه بعض الصناديق الاستثمار في الدخول مع بعض الحكومات في عملية تطوير البنية التحتية الرقمية لدول القارة. أتصور أننا نحتاج إلى مزيدا من هذا التعاون وهذا إلقاء الضوء على مثل هذه الملفات حتى نستطيع أن نؤمن طرق جديدة وأنظمة جديدة وبرامج تمويل البنية التحتية جديدة سوف نستطيع من خلالها استكمال البنية التحتية في التحول الرقمي التي من المؤكد أنها تكون هي الركيزة وهي الأساس للتجارة البينية الحرة الأفريقية، وأيضا إلى عبور الاستثمار البيني العابر للقارات في دول القارة الأفريقية. أعتقد وأتصور أن الحكومات أيضا والوزارات أيضا والهيئات ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني عليها أن تسرع بالتحول الرقمي. إحنا أنشأنا هذه الجمعية وبدأنا في عمق القارة. بنشكرك جدا الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.